استاذ محمد من الجيزه. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ فضل ونعم الحمد لله. سؤال لحضرتك يا دكتور. اتفضل. في جهاز تنميه المشروعات تبع مجلس المدينه ده بيبقى تبع المحافظه. نعم. بيدي تمويل للشباب عشان يشتغلوا ويوفر لهم فرص عمل اللي هو تنميه المشروعات الصغيره. الصغيره ومتناهيه الصغر. بالظبط كده. ايوه. طبعا لو مثلا احنا مثلا عندنا مشغل ملابس وعايزين مبلغ مثلا هنزود بيه راس المال، تزود بيه راس مال الشركه او المشروع بتاعك. ايوه. هم بيقولوا في فايده فوق المبلغ التمويل، هم اللي جم عرضوا علينا وهيدونا مثلا 3 مليون 4 مليون هنشتغل بيهم، هياخدوا فايده عليهم 5% متناقصه على 5 سنين، مش يعني ال 5% دول على المبلغ الاجمالي كله وهيتقسم على ال5 سنين ندفعهم قصاد. ما هو عبر دراسات المؤشرات الاجتماعيه عمل الكلام ده، فبيعملوا على انه عائد متناقص. اولا تسميه المال ده، اتفضل كمل يا استاذ محمد. طيب احنا دلوقتي شباب مش شغالين اصلا، يعني احنا شغالين لا قطاع خاص ولا قطاع عام وتعليم عالي. طيب فين السؤال بتاع حضرتك؟ عمل، فاحنا دلوقتي عايزين اي دخل لبيوتنا نفتح بيوتنا. فانت حضرتك بتقول، هل خلينا اقول، هل بتسال حضرتك عن يجوز لي ان اخذ من هذه التمويلات ولا لا؟ صح؟ بالظبط يا فندم. طيب في سؤال ثاني يا استاذ محمد؟ لا بس كده. شكرا لحضرتك. بص يا استاذ محمد، يجوز ان انت تاخد ده لان ده من قبيل التمويل وليس من قبيل القرض. وارجو من الساده اللي بيشتغلوا في هذه المشروعات وبيخرجوا المال، لو سمحتم شويه بس تركيز. ما حدش يقول للشخص وهو بياخد تمويل المشروع، ما حدش يقول له ده فايده، مش ما اسمهاش فايده، ده اسمه ريع. هو بيشاركه وبياخد علاوه نتيجه هذه المشاركه ان هو بيدي له فلوس دي، فالفلوس دي عوائد تمويلية وليست فوائد قرضية، دي عوائد على تمويل المشروع، لأن تمويل المشروع بيخلي الشخص اللي مول واللي قائم بالمشروع كأنهم في حالة شراكة مش شركة، في حالة إيه؟ شراكة. فيبقى جزء من العوائد اللي بترجع هو حسب عقده وحدده له، ويبقى الشخص ده عليه إن هو يلتزم ويجتهد في المشروع حتى المشروع ده يعود بربح عليه ويعطي لصاحب التمويل حقه الذي اتفق عليه معاه. طب واذا هو قصر يبقى هو مقصر، يبقى هو قصر في مساله قيامه بذلك. يبقى ايه اللي حاصل؟ هذا تمويل وعليه ان هو يجتهد في ان هو يحصل هذا المال، اما هذا فهذا تمويل وليس من قبيل القرض. نعم.